مزايا تقنية رقمية وتكنولوجية تتوفر عليها هذه الحاوية الذكية التي تم تنصيبها على مستوى ساحة حصيب بن بوعلية وسط مدينة جلف من قبل أحد المستثمرين الشباب بالتنسيق مع مصالح الولاية في مبادرة لزرع ثقافة المحافظة على المحيط وإعطاء صورة جمالية للمدينة. في الوقت الحالي رانا نخدموا ندرقوا لابوبيل، وعندنا في الليل ترجع الديكور لافيل اون بليس، ما يدخلها لا حيوان صغير لا حيوان كبير، اون بليس فيها دي كولور اتير لونفون، وبليطار ان شاء الله نتمنوا تكون في لي بريمير باه الدراري الصغار يتعلموا النظافه ويتعلموا يروحوا للريسيكلاج، باسكو لابد من الريسيكلاج باسكو هو اللي يعود بالفائده للجميع. أول حاوية ذكية للقمامة صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية، من شأنها زرع ثقافة تدوير النفايات وخاصة الفرز الانتقائي لها والقضاء على المفارغ العشوائية وأماكن تجميع القمامة في الأحياء. وهذه الإضافة إن شاء الله راح تزيد تخلق جو شباب لهنايا بالإنارة في الليل، وفيها دي بلاك سولير، وإن شاء الله يخلوها تقام قيا لهنايا هذه الساحة، وبإذن الله يعني كما راهي محطوطة لهنايا عندنا كما راكم تشوفوا في وسط مدينة جلف إن شاء الله تكون في جميع الأحياء. النموذج الأولي للحاوية الذكية للقمامات يهدف لتغيير ذهنيات السكان وطريقة رميهم وتعاملهم مع النفايات، حيث تتميز الحاوية بطابع جمالي ينعكس على المحيط خلال النهار وكذا الفترة الليلية من خلال الأضواء المركبة فيها.